مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نستضيف فيها رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين السيد يونس مجاهد الذي يزور موريتانيا حاليا، حول تجربة المجالس الصحفية المكلفة بالضبط الذاتي في عدد من الدول العربية والمغاربية، ويمكن وكيف يمكن لموريتانيا أن توائم تجربتها في أو بحثها عن طريقة لضبط وتنظيم قطاع الصحافة في ضوء هذه التجارب. معنا إذن سيد يونس مجاهد، نرحب به من جديد. أهلا بكم سيد يونس مجاهد، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين في بلدكم الأول. وفي البداية، كيف تضعنا في صورة التجارب المختلفة التي أنشأت مجالس صحفية مكلفة بالضبط الذاتي؟ في البداية لابد أن أوجه الشكر للقناة على هذه الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة للتواصل مع الجمهور والرأي العام في موريتانيا وخارج موريتانيا، وهذه بالنسبة لي مناسبة حتى أؤكد أنه بالنسبة للفيدرالية الدولية للصحفيين هي كانت من أول المنظمات العالمية التي تبنت ميثاقا لأخلاقيات مهنة الصحافة، ويعتبر هذا الميثاق مرجع. ولكن نظرا لعدد من التطورات التي حصلت في السنوات الأخيرة، تمت مراجعة هذا الميثاق، وقد أسست لذلك لجنة من الخبراء الدوليين لمدة سنة وهي تشتغل على مراجعة الميثاق. تمت كذلك التشاور مع النقابات ومع عدد من الهيئات الأخرى المختصة ليتم تجديد الميثاق في بعض بنوده وفي بعض مصطلحاته ومفاهيمه، وهو الذي تم تبنيه في المؤتمر الأخير للفيدرالية في تونس. إذن لأؤكد على أن مسألة ميثاق الأخلاقيات هي من أولويات الفيدرالية الدولية للصحفيين، لأنها تعتبر أنه هناك مسؤولية اجتماعية لدى الصحافة، وبالإضافة إلى الحق في الوصول إلى المعلومات وإلى إخبار المواطن، لا بد من الجودة في العمل الصحفي، لا بد من صحافة الاستقصاء، لا بد من محاربة الإشاعات والأخبار الكاذبة. كل هذا يدخل في صميم حرية الصحافة، لأن المبدأ الرئيسي لعمل هذه الفيدرالية هو الدفاع على حرية الصحافة، على حرية الإعلام، على كرامة الصحفيين، وأيضا على صحافة أخلاقية. إذن هذه هي المبادئ التي عليها يتأسس ما سيأتي بعد ذلك. طيب، إذن الحديث عن أهمية ضوابط وأخلاق المهنة الصحفية هو حديث في العديد من الدول العربية، ولكن في موريتانيا بالتحديد هنالك نقاش منذ عدة أشهر أو حتى سنوات بشأن ضرورة ضبط الحالة العامة، يعني لأن لدينا مستوى يشبه الفوضوية في المؤسسات الصحفية وفي ضبطها، وبالتالي كيف يمكن في حالة كهذه المواءمة بين ما تشير إليه بشأن ضرورة ضبط الخطاب الصحفي، وبين أيضا البعد عن التحكم وفتح المجال أمام الحريات اللي هو نقطة أساسية بالنسبة لأي صحفي؟ في الحقيقة لست هنا لأحكم على واقع الصحافة والإعلام في موريتانيا. أنا أعرف عدد من المعطيات ومن خلال زملائي الصحفيين الذين يشتغلون في العمل النقابي، بالإضافة إلى اطلاعي كمواطن مغاربي وصحفي على الأوضاع في هذا البلد الشقيق. لكن أعتقد بأن الإشكالات التي قد تطرحنا الآن، وأنا أعرف أنها مرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وبالتطورات الحاصلة، التطور المعلوماتية، هي ليست حاصلة هنا فقط، هي حاصلة في مختلف بلدان العالم. كل بلد طبعا له خصوصياته، ولكن أعتقد بأن ينبغي مواجهة الآثار الجانبية أو الأضرار الجانبية للتطور التكنولوجي التي هي إيجابية جدا، لأنها فتحت إمكانات التواصل بشكل قوي وحرية التعبير إلى آخره. لا ينبغي أن، وهذا في صالح الديمقراطية، في صالح حقوق الإنسان، في صالح التنمية، هناك أضرار جانبية التي يحاول البعض تضخيمها، ويحاول البعض أن تكون هي في الواجهة ليستغلها مدخلا للتضييق، مدخلا تماما. لذلك أعتقد بأن التعاون ما بين المهنيين،
ما بين المهنيين سواء من صحفيين ناشرين مسؤولين في مؤسسة الإعلام والسلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني وحتى البرلمان والأحزاب السياسية، لأن هذه مسؤولية اجتماعية. حرية الصحافة، الديمقراطية، حقوق الإنسان، ممارسة صحفية جيدة، هذه أمور ينبغي أن تؤخذ بكل جدية من طرف الطبقة السياسية، من طرف منظمات المجتمع المدني، من طرف المهنيين، لأن هي المدخل إلى الديمقراطية، هي ضمان الديمقراطية وحقوق الإنسان. لذلك ليست هناك وصفة جاهزة، الوصفة الجاهزة هي التعاون وهي الوعي بأهمية القطاع الإعلام والاتصال، والوعي بأن المجتمع ينتظر من هذا القطاع مواد جيدة، ينتظر صحافة قوية، ينتظر صحفيين أكفاء نزهاء. أعتقد بأنه هذا هو الطريق الذي ينبغي ربما تسير فيه الآن عدد من البلدان، وأنا متأكد انطلاقا من الورشة التي تنظم الآن في موريتانيا على أن هناك هذه الإرادة متوفرة. الآن كيف يتم بلورتها في أرض الواقع؟ هذا ما يمكن أن نناقشه. طيب، هنالك كما أشرت في البداية عدة تجارب ما يتعلق بالضبط الذاتي، يعني في الوسط الصحفي هنالك حديث عن أهمية أن نضبط نحن كصحفيين أو كإعلاميين أو كهيئات ونقابات أنفسنا بأنفسنا، بحيث نضمن أن نأخذ مسافة ما من الضبط الرسمي الذي قد يأخذ طبعا تحكميا. كيف لهذا الضبط الذاتي أن ينضج برأيك من خلال التجارب التي مررت بها؟ هو في الحقيقة التجارب مختلفة في العالم. هناك تجارب في عدد من البلدان الديمقراطية تتعلق فقط بمسألة الأخلاقيات، الصارع على الأخلاقيات، يتم تنظيم مجلس بطريقة ذاتية من طرف الصحفيين، من طرف الناشرين، منظمات مجتمع مدني، وهناك أشكال مختلفة. التجربة الآن التي نخوضها الآن في المغرب مختلفة نسبيا، لأن هذا مجلس وطني للصحافة تأسس بالقانون، إذن في أغلبية الساحقة من المجالس ليست بقانون، ولكن نحن جربنا مجالس بدون قانون ووجدنا صعوبات في التطبيق والتنفيذ، لذلك اعتبرنا أنه لا بد من قانون. هذا القانون ينص على أن المجلس الوطني للصحافة في المغرب هو هيئة مستقلة على المستوى المعنوي وعلى المستوى المالي، هناك الاستقلالية. المسألة الثانية هي أن هذا المجلس لا يكتفي فقط بالنظر في الأخلاقيات، لأننا لما كنا نناقش مشروع هذا القانون قلنا لا يمكن أن نكلف بالأخلاقيات دون أن نتكلف بالقضايا الأخرى التي تهم المهنة. فإذا المجلس هو الذي ينظم الولوج إلى المهنة، هو الذي يمنح بطاقة الصحفي المهني انطلاقا من القانون، من قواعد، بمعنى ينبغي أن يكون حد أدنى من التكوين الأكاديمي ومن التكوين المهني ومن الحد الأدنى للأجر، ومن أنه ينبغي أن يكون لديه موارد من الصحافة وأن تكون له حقوق، والمقاولة والمؤسسات لابد أن تحترم هذه الحقوق. إذن بالإضافة إلى ذلك كل ما يتعلق بالمنشأة الصحفية، المجلس هو الذي ينظمها، المجلس هو الذي يشتغل على كل قضايا التعاون، كل قضايا الدراسات، التكوين، وما أدراك ما التكوين، بالإضافة إلى الوساطة والتحكيم في النزاعات، وكذلك هو بحكم القانون يستشار في كل القوانين والمراسيم التي تهم الصحافة والإعلام، ويمكن له أن يقدم اقتراحات في هذا الشأن، وكذلك هو ملزم حتى نكمل هذه الدائرة بأن يصدر تقريرا سنويا عن حرية الصحافة وأوضاع الصحفيين وأوضاع الصحافة في المغرب بحكم القانون، بمعنى أنه يزاوج بين عمل هيئة للأخلاقيات ولكن عمل هيئة منظمة للمهنة وحريصة على الأخلاقيات وعلى الحرية. هذا ما توصلنا إليه. طبعا هذا نتاج مغربي، التجربة مغربية خالصة. طيب، ولكن في كل بلد له خصوصيته. طيب، هنالك من يقول ربما لا يمكن أن نحل مشاكل أو
مشاكل بنيوية موجودة في عدد من الدول العربية ومنها موريتانيا في قطاع الصحافة بإنشاء مؤسسات ما. ربما لا ما ينقصنا ليس بالضرورة إنشاء مؤسسات، وإنما مجموعة من الإجراءات الأخرى التي يمكن إذا ما أنشئت هذه المؤسسات أن تهيئ لها بشكل جدي وفعلي. برأيك في ضوء ما طلعت عليه من تجارب مغاربية وفي ظرف في ضوء معرفتك بمشاكل العامة لعموم الصحفيين المغاربة والصحافة في المغرب، كيف المغرب العربي أقصد، كيف يمكن للصحافة في هذه البلدان أن تتطور وأن تأخذ طابعا مهنيا أقرب للتمهين؟ وفي البداية لابد أن نقول بأن الصحافة هي كجميع القطاعات لابد أن تعيش في نموذج اقتصادي جيد، لأنه لا دم تكون هناك موارد سواء من التمويل العمومي بالنسبة للمؤسسات العمومية أو من الإشهار والإعلانات بالنسبة للقطاع الخاص، من الصعوبة تصور مؤسسات صحفية قوية. إذن النموذج الاقتصادي مهم جدا. الآن بالإضافة إلى النموذج الاقتصادي هناك أيضا كل ما يتعلق بالتكوين، بمن هو الصحفي، بالولوج. السؤال هو من يشرف أو يرافق هذه العملية. أنا أعتقد بأنه من الممكن أن يتم التقدم في هذه الإجراءات وهذه العملية من خلال مؤسسات، أي لا بد من مؤسسة مهنية تكون من الصحفيين والناشرين وربما من فئات أخرى متوافق عليها لتقترح، لتواكب في تعاون قوي مع الحكومة، لأن هناك إجراءات قانون، هناك قوانين لا بد أن تصدر، هناك إجراءات، هناك تمويلات، هناك قرارات، هناك مراسيم. إذن هذا التعاون في نظري بإرادة مشتركة لتتقوى الصحافة والإعلام في موريتانيا، لتتقوى المهنة، لتقوم المهنة بدورها الاجتماعي ومسؤوليتها الاجتماعية، لتقوي الحصانة على مستوى الأخلاقيات. إذا كانت هناك إرادة مشتركة أظن بأنه يمكن أن يحصل هذا التقدم. إذن في نظري انطلاقا من التجربة ومن النقاشات، ربما موريتانيا محتاجة إلى مؤسسة مهنية، لا أقصد نقابة، أو مؤسسة مهنية قد تكون مجلس، قد تكون هيئة، قد تكون أي إطار، ما إطار قوي من المهنيين، من الصحفيين، من الناشرين، من الإعلاميين، ربما سيخاطب الحكومة والدولة. وأعتقد بأن هناك إرادة حسب ما فهمت من لقاءاتي مع المسؤولين في موريتانيا للتجاوب مع مثل هذه المبادرات. طيب، برأيك هل يمكن للدول المغاربية عموما أن تسهم أو أن تساعد الصحفيين في تطوير مهنتهم وفي خلق هذا التمهين المطلوب من دون أن تتحكم في العملية، وأنت تعلم أنه هذه الحكومات ليست بمنأى عن الاتهام بأنها من أسباب ما يقع للصحافة وأنها مساهمة بطريقة أو بأخرى في حالة الفوضى أو في حالة عدم ضبط القطاع الصحفي؟ ليس هناك نموذج مثالي في حتى في البلدان الديمقراطية، في فرنسا وفي بريطانيا وفي الولايات المتحدة، وستجد انتقادات كثيرة. ونحن في ظلالية نقابات نعرف ماذا يحصل، ونتلقى الكثير من البلاغات ومن البيانات ومن احتجاجات حتى من الدول التي لا يمكن أن تتخيلها. مؤخرا احتجاجات من فرنسا، من النقابات الفرنسية على الحكومة الفرنسية وعلى الدولة الفرنسية. إذن ليس هناك نموذج مثالي. ما هو الجواب؟ الجواب هو في الدينامية. لا ينبغي أن تكون هناك دينامية للنضال، للاقتراح، للمواجهة، للتعاون، للتوافق، للإقناع. هذا هو دور الهيئات المهنية، وسيتواصل، وستظل الدول والحكومات تحاول بشكل أو بآخر حسب تشكيلتها، حسب أغلبيتها، حسب توجهاتها، مرة تتحكم، مرة لا تتحكم، مرة تحاول. هذه أمور عادية. طيب، وهذه هي الديناميات التي تحصل في كل المجتمعات. اسمح لي أن أخذ فاصلا قصيرا ثم أعود لمناقشة هذه التحديات المتعلقة بضبط وتنظيم قطاع الصحافة في عدد من الدول المغربية. ابقوا معنا.
قناة المرابطون تعيش معكم يومياتكم وتقف إلى جانبكم، توصل الصوت وتوضح الصورة. تابعوا معكم الجديد عبر نشرات إخبارية مفصلة وموجزة باللغة العربية والفرنسية. كولار وولف سوني، نطوف معكم الوطن بل والعالم بتقارير تعكس الواقع من الداخل ومن العاصمة نواكشوط، تحكي آلام وآمال المواطن. نقدم لكم برامج متنوعة تناقش مختلف الاهتمامات، سياسية وتشريعية وثقافية ورياضية وقضايا الرأي العام. نتوخى السبق ونحافظ على المصداقية ونجسد الموضوعية. المرابطون، الوطن بكل أبعاده. قناة المرابطون تعيش معكم يومياتكم وتقف إلى جانبكم، توصل الصوت وتوضح الصورة. تابعوا معكم الجديد عبر نشرات إخبارية مفصلة وموجزة باللغة العربية والفرنسية. كولار وولف سوني، نطوف معكم الوطن بل والعالم بتقارير تعكس الواقع من الداخل ومن العاصمة نواكشوط، تحكي آلام وآمال المواطن. نقدم لكم برامج متنوعة تناقش مختلف الاهتمامات، سياسية وتشريعية وثقافية ورياضية وقضايا الرأي العام. نتوخى السبق ونحافظ على المصداقية ونجسد الموضوعية. المرابطون، الوطن بكل أبعاده. قناة المرابطون تعيش معكم يومياتكم وتقف إلى جانب قناة المرابطون. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد، والذي نناقش فيه تجارب المجالس الصحفيه او تجارب الضبط الذاتي من خلال المجالس الصحفيه. معنا رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين السيد يونس مجاهد. سيد يونس، كما كنا نناقش قبل الفاصل، في العديد من الدول المغاربيه ومنها موريتانيا هنالك سعي منذ أشهر للحديث عن مجلس أعلى للصحافة أو مؤسسة تناط بها هذه المهمة، استلهاما لبعض التجارب الإقليمية والدولية. برأيك، ما هي حدود ومسؤوليات الصحفيين في الدفع في هذا السياق مثلا؟ أعتقد بأنه مسؤولية الصحفيين كبيرة ولا حدود لها، بحيث أنه ينبغي أن يتحمل المسؤولية في هذه الظرفية أو في هذا السياق في البلد الذي يعرف تحرك والذي يعرف ديناميكية. ممارسات ديناميكية ديمقراطية، نقاش سياسي، جدل فكري إيديولوجي، تفاعلا مع واقعه مع محيطه. لابد للصحفيين أن يتحملوا هذه المسؤولية بقوة، بمعنى أنهم ينبغي أن يدفعوا في اتجاه أن يكونوا مخاطبين أقوياء من خلال وحدة هياكلهم. المسألة الثانية، لابد أن تكون لهم الرؤية الواضحة فيما يريدون، وأن تكون لهم المصداقية لإقناع الأطراف الأخرى في المجتمع، في الدولة، في البرلمان. أنا أظن بأنه الورشة التي ننظمها الآن والنقاش يعبر عن هذه الإرادة. ينبغي أن تتواصل بقوة، بوعي، بتجرد، بتخلي عن بعض الحساسيات، وهذا ما نأمل. إذن المسؤولية هي مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع. المجتمع يريد من الصحفيين أن يتحملوا هذه المسؤولية، يثق في الصحفيين، يعتبر أن هذه مهنة نبيلة، يعتبر أن هذه المهنة ينبغي أن تقدم له الشيء الكثير. ينبغي في نظري للصحفيين، ليس فقط في موريتانيا، حتى في أن يكونوا عند حسن ظن هذا المجتمع. طيب، ماذا عن الجانب الرسمي؟ كيف للحكومة أن تسند مثل هذا هذه القوى الاقتراحية للصحفيين في هذا السياق، بحيث تدعم توجها كهذا من أجل تمهين قطاع الصحافة وضبطه وتنظيمه؟ هذه مسألة جدلية. من جهة الحكومة والدولة بصفة عامة لن تقدم لك أي شيء على طبق من ذهب، ولكنها قد تقتنع وقد يحصل تبادل وجدل وحوار، وقد تقتنع بأشياء وبأشياء أخرى، وكذلك الصحفيون يقتنعون أيضا بوجهة نظرها في قضايا أخرى. هذا هو الحوار وهذا هو الجدل. وأنا أظن بأنه إذا ما اقتنعت الدولة
بأن هناك ربما إيجابيات، ربما هناك فضائل لكي تتولى المهنة نفسها قضاياها. لا أعتقد بأنه أي دولة ستتضرر إلا إذا كانت دولة ديكتاتورية غير ديمقراطية لا تريد الخير لبلدها، هذا شيء آخر. طيب، المقاولات الصحفية الخاصة في عديد من الدول المغاربية ومنها موريتانيا على الأقل التي أنا مطلع عليها، هنالك ضعف كبير وإشكالات في هذا الموضوع، وربما هذا يعيق تطور الصحافة الخاصة بحيث تأخذ مكانتها التي تستحقها. برأيك كيف يمكن تفعيل مثل هذه المقاولات، وما مسؤولية مختلف الجهات في تطوير مثل هذه المقاولات الصحفية؟ هو في الحقيقة ليست هناك وصفة جاهزة. كما قلت في البداية، هذا مجال اقتصادي وتجاري وصناعي، إذن لابد أن تتطور هذه المقاولات مع تطور الاقتصاد، ولكن لابد من وضع قواعد، لابد من دعمها. قطاع الإشهار مهم جدا، التشجيعات التي يمكن أن تأتي من الدولة مهمة، سواء من خلال الدعم أو من خلال إعفاءات ضريبية أو من خلال دعم مجالات اجتماعية ودعم الورق ودعم المقاولات الإلكترونية. هناك عدة وسائل وموجودة في العالم. ينبغي أن نعلم أنه في فرنسا هناك دعم كبير يقدم من طرف الحكومة الفرنسية للصحافة بملايير إذن يروحت. طبيعي، هذه أمور لا يمكن لبلد أن يتصور نفسه ديمقراطيا متقدما بدون صحافة، بدون صحافة ورقية، بدون صحافة إلكترونية، بدون وسائل سمعية بصرية. هذه أصبحت ضرورية، مثل الأمن ومثل الجيش ومثل الحدود ومثل التمويل بالغاز والتمويل بالطبيعي. إذن ينبغي أن تكون هناك سياسة عمومية في هذا الشأن، وأظن بأن هذه الأمور ليست خافية على أحد، حتى على الحكومة وعلى المجتمع هنا في موريتانيا. طيب، بالنسبة لي أنتم كاتحاد دولي للصحفيين مهتمين بشكل كبير بمشاكل الصحفيين وتحديات عملهم، ما هي ملاحظاتكم بشأن المشاكل التي يعاني منها الصحفيون سواء في دول المغرب العربي أو في موريتانيا؟ أظن بأنه التحدي الأكبر الآن في باستثناء ما يحصل الآن في ليبيا، لأنه هناك حرب ووضع خاص، لكن بصفة عامة في البلدان المغاربية أظن بأنه ينبغي تطوير النموذج الاقتصادي، لأن هناك هشاشة في المقاولات الخاصة بالخصوص، وحتى الآن في المؤسسات العمومية. مثلا نحن في المغرب القناة الثانية تعاني من مشاكل كبيرة في التمويل المالية، قناة ميدي أن تي في حتى هي تعاني وتقاوم الآن وتحاول أن تتقدم. مشكل التمويل والمشكل المالي مطروح بقوة، إذن هناك تحدي الهشاشة، وهذا ينعكس أيضا على الصحفيين وأوضاع الصحفيين. لذلك نجد على أنه بالإضافة إلى بعض الأوضاع الهشة، هناك كذلك مشاكل في التكوين، معاهد التكوين. أظن بأن هناك نقص كبير على ما أعرف في مختلف هذه البلدان، بالنسبة بتفاوت طبعا بالنسبة لتكوين الصحفيين وتدريبهم. إذن لابد من التعاون من أجل أنه تكون مؤسسات سواء في الإعلام الخاص أو العمومي والصحافة قوية. البلدان الديمقراطية، البلدان القوية لها الآن مؤسسات كبرى وقوية. أنا عندما أقوم بزيارات لعدد من الجرائد الكبرى في العالم أجد على أنها إمبراطوريات، عدد الصحفيين يصل إلى 500 صحفي، قاعة التحرير مليئة ب 300 صحفي. هذه هي الصحافة. لا يمكن أن تقول بأنني وهذو يصدرون جريدة واحدة. إذن الكل هناك كل تخصص، هذه المنظومة تخدم، هناك تخصص، هناك أشخاص صحفيين مكلفين بالتحقيق في مجالات معينة، هناك متخصصون في الرياضة، في السينما، في الثقافة، في البرلمان، في الاقتصاد، لديهم إمكانات مالية، أجورهم محترمة، لديهم القدرة بأن أن هناك التكوين والتكوين المستمر، بحيث أنه ضروري على الصحفيين أن حتى إذا قضى 20 أو 30 سنة أن يخضع للتكوين والتكوين المستمر.
يمكنه كذلك التجديد مثلا في صحف رئيس قسم لديه مكتبه لوحده هو ومن معه في القسم في تخصصه، ومن حقه أن يشتري الكتب وأن يطلع على الجديد. إذن هذه صناعة مهنية قوية، هكذا تصنع الصحافة والإعلام. طيب أنتم كاتحاد دولي للصحفيين، كيف يمكن أن تساهموا وأن تساعدوا النقابات الصحفية في الدول المغاربية في معالجة مثل هذه الإشكالات؟ نحن نرافق النقابات، ندعمها ونقيم المشاريع ونحضر معها في النضالات وفي المشاكل التي تحصل، بمعنى نحن يوميا مع النقابات، ولكن نعتبر بأن المدخل لمعالجة الكثير من المشاكل هو وجود نقابات قوية، نقابات ديمقراطية مستقلة نزيهة تدافع عن حرية الصحافة عن كرامة الصحفيين. كلما كانت النقابات قوية كلما كان المنتوج الصحفي يتقدم، وهذه بالنسبة لنا لازمة الآن في العالم. عندما تكون النقابات ضعيفة نجد بأن المنتوج الصحفي ضعيف، كلما كانت النقابات قوية ويمكن أن ترى معي الخريطة كلما كان هناك تقدم في المنتوج الصحفي، لأن النقابة أو العمل النقابي يؤطر الصحفيين وكذلك يشكل أو يمثل مخاطب قوي للدولة وللحكومة وللمقاولات ولأرباب العمل. أظن بأن الوحدة والقوة النقابية أساسية في التقدم على هذا المستوى. طيب ما تأثير الثورة الإعلامية والتكنولوجية على الصحافة، خاصة الصحافة التقليدية التي نتحدث عنها؟ هو حصلت أزمات في الصحافة الورقية وفي الصحافة الكلاسيكية بصفة عامة مع تطور التكنولوجيا، ولكن تمكنت عدد من الصحف وهي صحف قوية وكبيرة في البلدان، في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في أستراليا، في إسبانيا، في عدد من البلدان المتقدمة، من مواكبة هذا التطور ومن التلاؤم معه، بحيث أنه اعتبرت بأن هذه فرصة لتطوير ذاتها وللدخول في هذا التحول، ما يسمى بالتحول الرقمي، وحافظت في نفس الوقت على أشكالها القديمة. إذن هذه كلها أمور، إذن الإعلام يحتاج إلى أن يواكب وأن يلائم ذاته مع هذا التطور التكنولوجي، وليس بالضرورة وإلا سيموت، وإلا ستموت المقاولة. إذن لابد أن تكون مثل الكائن الحي تتفاعل مع محيطها. شكرا جزيلا السيد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين السيد يونس مجاهد على المشاركة في هذه الحلقة، ومقامة سعيدة إن شاء الله وعودة ميمونة. مشاهدينا الكرام، أنقل إليكم تحيات فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.